فيها عناصر حفظ النظام. كم حوالين؟ 6 أشخاص. 6 أشخاص. كله بعد الأولى. طالعين على الجامع، الشباب عم يفكوا العبوة الناسفة. الأمن قالوا للمدنيين رجعوا رجعوا رجعوا، في عبوة ناسفة لحد يقرب. قلت له بدي روح على الصلاة، قال لي يا غير طريقك يا رجع على البيت. له لا راجع على البيت. وصلت لناحي البيت وسمع صوت الانفجار، رجعت برجوعه لقيت الأمن بالأرض وواحد واقف هون شاعل بنطلونه وشلح بنطلونه شاعل البنطلون تبعه، وواحد عم يصرخ بالأرض عم يقول لهم اطلبوا الإسعاف جيبوا لي الإسعاف. حملوه بسيارة الأمن واخدوه. نحن بنخاف هي الطفل وحرام هذا اطفاله. الهندسه عم تفكك العبوه الناسفه وانا عم احمي مدنيه، ماني عم خليهم يقربوا مشان لا ينصابوا. ما شفنا غير فجره العبوه الناسفه، ومثل ما انك شايفه هالحريه. 3 إصابات اللي وردت لمشفانا اليوم، انفجار عبوه ناسفه بعناصر حفظ النظام. الاصابات شديده جدا، تعتبر معظم الاصابات فيها بتور بالاطراف العلويه والاطراف السفليه مع كسور بالعظام الطويله، حروق واسعه مع حروق تنفسيه. معظم الاصابات فقدوا الرؤيه بالعينين نتيجه الشظايا. الاصابات تعتبر تصنف اصابات خطيره جدا. في أمن حفظ النظام معمول شباب العمل في كل عبوة الناس.